ماذا تعني كلمة الاستقلال بالنسبة للمغاربة؟ هل تعرف الأجيال الجديدة حجم التضحيات التي قام بها الفدائيون المغاربة والمقاومون ورجال جيش التحرير؟ وكذلك حجم التضحيات الجسيمة للحصول على استقلال المغرب عام 1956 بعد مؤامرات كبيرة ومفاوضات سرية. ما الذي نعرفه عن المقاوم المراكشي حمام بالعربي ورفاقه، وكيف قاوم المستعمر الفرنسي، وكيف كانت نهاية هذا المقاوم ورفقة رفاقه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. بداية، في 15 غشت 1953 تظاهر حوالي 800 مغربي أمام القصر الملكي في المشور السعيد بمراكش للتنديد بالمؤامرة ضد الملك محمد الخامس، ثم توجهوا إلى ساحة جامع لفنا، وانضم إلى المقاومة المئات من المواطنين ليعود المتظاهرون بأعداد كبيرة أمام القصر الملكي. وخلال هذه المظاهرة تناول الكلمة محمد البقال مخاطبا الجماهير، وتعرف عليه الجواسيس وألقي عليه القبض، ونفذ فيه حكم الإعدام في أبريل 1954. وخلف المتظاهرون وقف عدد من الفقراء من البوادي، جندهم القلاوي بهراواتهم للإنقداد عليهم، وسقط العشرات من القتلى والجرحى، وكانت الشهيدة فاطمة الزهراء وهي حامل. وعلى إثر هذه الأحداث تم اعتقال جملة من المقاومين، وصدر حكم الإعدام في حقهم، من بينهم المقاوم حمام بالعربي ورفاقه رحال بن أحمد وعلي ومولي علي بن العربي. وهؤلاء جميعا نفذ فيهم حكم الإعدام بالسجن العادل، وأبدوا شجاعة كبيرة. يلزم الكثير من البحث والتنقيب والدراسة عن هذه الشخصيات الفذة التي ضحت بالغالي والنفيس، وتخليدا لأسمائها بمداد من الفخر والسؤدد على ما قاموا به. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.